رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بالمتحف المصري الكبير. الصحة، إجراء 2,074,000 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. مفتي الجمهورية يترأس الاجتماع الثاني لملتقى فتاوى الأقليات المسلمة. العراق يدين العدوان الأمريكي على أراضيها ويؤكد أنه يهدد أمن المنطقة كلها. عدد زوار معرض الكتاب يتجاوز 4 ملايين زائر في يومه العاشر، ومبيعات هيئة الكتاب تتجاوز 3 ملايين جنيه في 9 أيام.